الزوق قتلو لاحوه في الشانطي لاحوه كي الكلب صيفطوه لنا دفناه. وفي الاخر منين بنادم يخرج يهضر على حقه يولي يقول لك راه دابا تبع باك ها احنا عصابه ودابا جايه تنتي نوبتك راه الميساج قريتي. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي المغاربه الاحرار فين ما كنتوا داخل او خارج ارض الوطن مرحبا بكم. تنتمنى انكم تكونوا في تمام الصحه والعافيه وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. اذا الاخوان والاخوات ايها المطالبون والمطالبات بتحقيق العداله مناصر ومناصرات الحق اينما كنتم، اليوم غادي نجدوا اللقاء بملف الكولونيل نور الدين العطور ولاه الله بواسع رحمته. اليوم غادي نسلطوا الضوء على مستجد اللي خطير وخطير جدا، مستجد اللي اكيد يعني العديد من المتتبعين ديال الراي العام وديال هذا الملف اكيد يعني وصلهم يعني الخبر او لا بعض الحيتيات حول الخبر ديال اعتداء يعني احدى السيدات او الاعتداء الذي تعرضت له بنت الكولونيل نور الدين العطور. فاليوم اخواني اخواتي غادي نسلطوا الضوء على هذا الامر، وكيف ما لاحظتوا في مقدمه هذا الفيديو كانت هذه ابتسام اللي تعرضت للاعتداء، ابتسام اللي هي تعتبر مطالبه بالحق المدني في ملف قضيه مرتبطه برجل امن وافته المنيه 33 سنه ازيد من 30 سنه قضاها في الخدمه الوطنيه، قضاها في توفير الامن، قضاها يعني في الصالح العام. فهل هكذا يجزى او هل هكذا يعني تجزى فلدة كبدته التي حاولت من خلال مطالبتها بتحقيق العدالة لروحه أن تنصفه ولو بشيء قليل في ظل يعني غياب أو لا قصر يد بعض الأشخاص للأجدر أنهم يكونوا مطالبين بالحق المدني في هذا الملف. التحملات هي عد هذا الأمر لوحدها من أجل تحقيق ماذا؟ تحقيق العدالة لرجل أمن وكولونيل وكان مسؤول على الممر الملكي، فهل هكذا تجزى؟ فهذا الاعتداء اللي تعرضت له ابتسام بنت الكولونيل، انا سبق لي واشرت لهذا الامر، اشرت الى ان كاين واحد الظاهره اللي ظاهره العديد من الافراد في المجتمع على علم بها، لكن ظاهره مازال ما خداتش واحد الحيز من النقاش، ظاهره اللي كنت قلت عليها بأنها ربما قد تتسبب في تعرض ابتسام لاعتداء، لأن سبق لي وتعرضت لواحد الاعتداء وأنا ذلك يعني أنا ذاك كنت أشرت إلى هذا الأمر اللي هو وجود بعض المرضى النفسيين، بعض الناس اللي كتنتابهم بعض الحالات اللي لا يمكن تشخيصها يعني بشكل سطحي وإنما تتطلب عمق، لأن كيف ما قلت سابقا لما أشرت إلى هذا الأمر بأن هذا المرض النفسي الذي يتجلى في تصرفات عدوانية يمارسها البعض اتجاه بعض الأشخاص للوجوه ديالهم كتظهر في السوشيال ميديا ويتعرضون لبعض الهجمات الغير مفهومة اللي ترافقها بعض الجمل من سبيل حتى تتشهرتي كيفاش تتشهري، يعني امور اللي كتخلينا كنتاكدوا بان كاين في المجتمع مجموعه ديال الاشخاص اللي مرضى. ولهذا انا كنت قلت سابقا بان ابتسام لان كانت تعرضت لواحد الاعتداء وانا ذلك يعني انا ذاك يعني شرط لهذا الامر، قلت بان ابتسام 100% تعرضت لهذا الاعتداء اللفظي من طرف واحد السيده انا ذاك بسبب هذا الاشكال، يعني واحد السيده خرجت السلطات في السوشيال ميديا ربما الامر كثير غير وغيرت بعض يعني الاشخاص فقط لان خرجت ماشي عندهم موقف في الملف، ما عندهمش موقف في الملف وانما لان خرجت للراي العام ونالت واحد النصيب من الشهره والتعاطف ديال المغاربه. فكاين بعض المرضى اللي كيشوفوها في اللحظه في الشارع وانا ذاك تنتابهم التصرفات وكيقوموا بهذه السلوكيات اللي تتعبر على هذا المرض. فابتسام اتضح فعلا انها ضحيه هذا النوع يعني هذا النوع
من السلوكات العدوانيه اللي كيقوموا بها هاد المرضى النفسيين، واللي كلهم يعني ربما غير حقد، غيره، يعني امور تختلط عندهم وكتخليهم انهم يصدروا هاد السلوكات الشاذه، السلوكات تعبر عن جهل. فكيفاش مطالبه بحق المدني تجيها وحده ما كتقولش ليها علاش انت تطالبي بحق ديال باك، ولا تقولي علاش تشهرتي تتشهري؟ اذا باش غنفسروا هذا مرض. فالحسد قد يتجلى في سلوك، والحقد قد يتجلى في سلوك. يعني لهذا فابتسام خاصها تكون حذره، ما خصهاش تجول برفقه الابن ديالها، لان ربما مره اخرى تتعرض لاعتداء من طرف وحده اخرى تنتابها نفس الاحاسيس لتجي لحظيه، تتكون لحظيه. الا كان المناخ ايجابي تقدر تمشي تتصور معها، والا كان المناخ سلبي ستعتدي عليها تحت ذريعه تعطى قيمه وتتشر. لا، هذيك راه مطالبه بحق المدني، قضيه راي عام وسلطه الضوء على ملف ديال كورونيل اللي توفى بطريقه غامضه، ايضا باش انني نربط، لان المده هذه ما تكلمنا في هذا الملف لانه تسد، ما بقاش من حقنا اننا نتكلموا فيه، لاننا دائما كنسلطوا الضوء على هذا الملف من باب انه ملف قضيه، ملف فيه تحقيقات وفيه عده امور، وبالتالي هذا يعني الامر خلانا اننا نحيو الصله بهذا الملف. وابتسام اثارت امر اخر اللي هو تهديدات تعرضت لي من طرف عصابه هددتها يعني بالتصفيه، وقالوا لي حنا اللي صفينا باك وغادي نصفيك حتى انت. فهاد الكلام هذا وهذا الشيء كامل يجب ان يلتقط على اي ابتسام بحسب المعلومات، بحسب ما صرحت به، يعني دارت اجراءات قانونيه، اتخذت جميع الاجراءات، لكن المساله المرتبطه كما قلت بتجولها في المارشيات وفي الشارع، وهذا الامر رفقه الابن ديالها خاصها دير في الحسبان. هذا الامر اللي شرنا ليه راه كاين، هذا معطى حقيقي واقعي كاين، فرض الوجود ديالو. يعني كاينين المرضى النفسيين وكاينين بعض الاشخاص اللي قدروا انهم يتاخذوا من اي خزعبله ذريعه من اجل استهداف، فقط لانك ظهرتي في السوشيال ميديا كاين هاد الامراض، وهذه جات نتيجه، وهادشي خصو يتلتقط يعني من عند علماء الاجتماع باش تلقى حلول ناجعه بحال هاد الامور، لان شفتها انا مع عده شخصيات. وكتكون تصرفات لحظيه انيه بناء على احاسيس انيه على اي الاخوان والاخوات. فكنتمنى ان يعني ابتسام يعني راه اتخذت الاجراءات القانونيه انها يعني تحاول تاخذ الاحتياط ديالها. على اي الى موعد لاحق اخواني اخواتي، كنتمنى لكم التوفيق ونتلاقى معكم في قادم المواعيد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.